لا. السلام عليكم صلاح. أخير. صباح الخير. وين جاي؟ يعني؟ خلاص بس. ما تريق؟ خلاص. أدي. قهوة. كت قهوة. بس. واحد تمر. بس. تمر صح. بس. وقهوة. إيه خلاص. إيه. صح. أدو الأدب. إن شاء الله حبيبي. إن شاء الله. إيه. هذا أولاً. هذا. الحين قلت لهم يحطوا لك ريوق أنت؟ لا. قلت لهم يحطوا ريوق ولا لا؟ ما مو يقبل. تريقت أنت ولا بعدك؟ لا لا بيت بيت. إيه. ليش توك تقول لهم يحطوا لي ريوق؟ لا. سمعتك. بدري. أنت وين أنت؟ أنا سمعتك تقول لهم يحطوا لي ريوق. أخ عليك يا صراحة. ما زدت وين كلام؟ ريوق كل يوم بصبحات يعورنك يتناقع. إيه. زي شمنة من الصراط. لو شو صار أنت وصلت؟ لا. بعلى. صراحة وين بتصير أنت حينة؟ اليوم اليوم. اليوم وين بتصير؟ وين؟ خدية. بتخلو خدية. ايه؟ ند الشبع. ايه؟ خدية بتهامل. أيوة. ايه؟ ما يقولون خدية يقول خالو خدية. أيوة أيوة بحبه. إنزين. خدية خالو. إنزين بس عندكم خالو بتغدى عندهم ولا بتغدى في الراشدية؟ كده هنا. وين بتغدى؟ خدية. بتغدى بيتكم خالاتي؟ ايه. إنزين ما شيء مشكلة. تغدى عندهم. مشكلة. إنزين. هم ترى يقيدون وانت تراك ما تهيئ ولا تقيد. من تخلص متغدي ركب سيارك ويدري ولك وبشكرك وسيروا وين بيت منو مريم. ايوه صح صح. هذا شو لون كندورك اليوم؟ ابيض. يا راجل خف علينا. هذا ابيض قوية. ها هذا شو اللون؟ ابيض. هذا محب. هذا اصفر. اصفر. زين هذا اصفر. هذا فعلا بابا. شو هذا؟ اصفر. ازرق. ازرق. زين صبر. هذا شو؟ كحليه. ها كحلي. وعلا. اخضر يا صلاح. بعد عمل وان. يلا بدنا مستخلاف تلاقى عاد في المعرض. ترى اليوم المعرض اخر يوم. هذا تلايا ولا يبات. المعرض اخر يوم اليوم. وان شاء الله بكون متواجدنا الحين اذا الله راد لين قريب المغرب. امين. امين. انزين هب انت روحي برمس. كل الشكر والتقدير للي اتصله واللي طرشوا رسائل واللي باركوا لي بملكت ولدي احمد ولا يسعني الا اقول الحمد لله رب العالمين. امين. والله يجمع ما بينهم وعلى ما يحب ويرضى ويتمم ان شاء الله علينا بخير. وكل الشكر لكل من طرش رسائل ومسجات وسنابات واسف للي ما رديت عليهم لان ما شاء الله الرقم وايد كبير وما يستاهل. فلذلك حطيت هالسناب اني اشكر كل اللي باركوا لي بمناسبه ملكت ولدنا احمد يعني الله يحفظه. والفال لكم ان شاء الله لكم ولعيالكم والذريه ذريتكم والله يحفظكم. مشكورين مشكورين كل الشكر والتقدير لكم من القلب الله سبحانه وتعالى العالم. صلاح اسد. اي ركز عرفوا وين بتودون. دبي شرق وغرب ولا لا. صلاح عنده الترتيب توني صفرته ويعرف. زي صلاح سوي الترتيب اللي خبرتك عنه. هادي جاي دار زود ما شد وصل هناك. انزين يلا حبيبي. يوم بتيلس دبي؟ اليوم بتيلس الخميس. انزين والجمعه؟ يوم السبت تعال. الدروس حبيبي يوم الاحد ولا الاثنين؟ شو؟ انزين دقولها تليفون؟ السبت بيروح مستشفى. سات المستشفى؟ وانت ما تعرف؟ سمانديق انت؟ يلا. لليوم الثالث على التوالي. في هالمكان الفنان الطيب اللي يجمع خلق الله ما خلق. سبحانك يا رب. اصبحت المعارض تجمع من جميع الاطياف من جميع الجنسيات من جميع الدول وجميع
شتى العالم الناس كلها من آخر الدنيا، ما بلا من بلاده من جميع الحضارات، تلقى كل حد باللي عنده وكل حد بأشياء بمعروضات بمنتوجات الحرفية ولا في الأماكن اللي مغير غير هذا المكان. أي شيء خاص في الغداء موجود، أي شيء يخصه في التغذية، التغذية الصحية ما بالتغذية بعد العادية. وجهاز ما شاء الله أبو ظبي للرقابة مركزين السنة على كل شيء صحي وكل شيء ينفع البشر وينفع الناس وينفع العملاء وينفع الكبار والصغار، في كل كبيرة وصغيرة مثل ما قالوا المصريين من الإبرة للصاروخ، من الإبرة للصاروخ، في كل شيء حاطين تركيزهم ركزين، يفحصون فحص دقيق، جايبين جميع الأجهزة بعشرات الملايين أو مئات الملايين بس لفحص المنتج اللي يعرض داخل الدولة أو اللي يستعمل المستهلك. فلذلك بين فترة والثانية قالوا لك والله هذا الشيء ممنوع يدخل البلاد. ليش؟ جهاز الرقابة ما وافق عليه، شمنه غير موالم للمواصفات، مش موالم، ما بموالم، ما يهون عليهم الوادم، الحكومة ما يهون عليها الشيء اللي ما بموالم تخذ به الشعب. فلذلك منشئين جهاز أبو ظبي للرقابة على الله يحفظكم حاطينه مثل الفورمان، مثل الإدارة، أو شيء أشبهها، يعني شرات الشيء المتزعم، يعني نأخذه على كل ما يدخل البلد من شيء يستخدمونه البشر، يعني نأخذه حينه يتنوخذ على بحريته وعلى خشبه، يا غير جهاز الرقابة متنوخذ على كل شيء فيه أكل يدخل الدولة هو اللي يتنوخذ عليه. الصالح قال صالح والطالح برو عين ما شافته، روق بعيد عنك يا دول، كل شيء ما بزين قالوا له اكس، ممنوع يطيح هالدار الشيء اللي ما فيه فايدة ولا فيه عايدة حق هالدار ولا هلها ولا من سكن فيها. فلذلك غير مرقب فيه، غير مرقب، غير مرحب فيه. مرقبة ولا اللي الباحة صورتكم اياه شريك استراتيجي رجال طيب ما حد شراته، هبطيت هربس وياهم البارحة هنا عادة، وحين حطني بيقادرون البلاد فترخصون منهم. Thank you. Have a nice trip. مع السلامة. إن شاء الله. Thank you. مع السلامة. أنا سامحني. الحمد لله رب العالمين. معرض سيال كل سنة ناجح، يا غير السنة نظرا للرقم الكبير للزوار ورقم الكبير للعارضين. ليش يرتفع عدد العارضين في المعارض؟ يرتفع عدد العارضين للمعارض يوم يكون فيه إقبال وزوار، ويكون فيه شركات أو البلد الله يحفظكم تتعامل مع العارضين وتتعامل مع البضاعة المعروضة بكل جدية، ويحصلون التسهيلات المطلوبة موجودة وبكل أريحية، من فيز، من إقامة، من دكتور، من علم، من خبر، من فنادق، كل سبل الراحة متاحة للعارض وللتاجر والمستثمر. فلذلك تلقط بكل أريحية، كل شيء ينساب. ولله الحمد شركة جنان يعني ماخذ أكبر مكان في كنتية معرض سيال، وأكثر إقبال اللهم لك الحمد كان أكيد عند جنان، هذا ما ما ما, ما يباله كلام يعني، ولله الحمد، لأن مشروعهم مشاريع كلها خير وبركة، الشباب كلهم وكل العارضين جيدين وما حد خير عن حد، غير اللي يميز شركة جناني على الله يحفظكم إنها تخاطب شريحة كبيرة من المواطنين اللي عندهم مزارع ويحبون زيادة الدخل، ما حد ما يبى دخل زيادة، ما حد ما يبى زيادة رزق، ما حد ما يبى
الجودة فوق الرزق وفوق النصيب. هذا الجودة، جودة المنتج، جودة المعروض، جودة البضاعة أو الشيء اللي أنت بتربي وبتبيع منه وبتشتري منه وبتطعم بيتك وعيالك وبتدخل بيدخل بيتك رزق حلال، يكون أنت عندك يقين من جودته، الجودة أنت عندك يقين منها وتعرف إن شيء الناس بتستفيد منه. فلذاك أنت تؤجر، معلوم إنك بتبيع، معلوم إنك بتشتري، لكن بتبيع وتشتري بضمير بشيء شيء ينفع العرب، ينفع العرب، يعني مش إلا كلام يمع وتعال وسمع، لا، شيء ملموس ومعروض ومعروض، وتعال وخذ وطعم ولك عين تنظر وجهاز رقابة مراقب يعني فحوصات وعلم وخبر، ما بكلام، ما بكلام، فعل وعلى أرض الواقع وفي مزارع داخل الدولة. فلان جرب، فلان جرب، فلان جرب، فلان وقع، لازم تي وطالع، ما بتصير انت الا من يطلب. ويحيى ما شاء الله عليه، ما شباب كل حد ابوي بمزرعته يو واجتمعوا ويلسوا معها هذاك، ها هذا العود، هذا 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 التكريتي، هذا الو ايمن بعد ما يدري بدي اصوره، هذا ما ها ما شاء الله شاب بعد اماراتي عنده مزرعه شي وعاده مزرعه تربيه ارانب، هذا ظاهر ابوي بزوده، هذا طول بعمرك ملك الارانب، ملك الارانب اشوفك يا حافظ يا حافظ، هذا ابوي يسمونه ملك الارانب، مزرعه تربيه ارانب، فما منع انه قال انا بتغانب الارانب اللي اربيهن وابيع واشتري، قال لا بي بطالع بعد المنتج اللي عند دار زود، عند جنان عندهم منتج يسمونه دار زود، بي طالعه بشوف، ما بعيب ولا بمنقود ولا بخطا، ها انا ما تشوفهم ما في الحاضر مدح، ما حد لا يقرا عليهم هذا العود، من يقرا عليهم وافقوا. صبر ملك الارانب صد عادي جاي وراس من عندك، قال تقول الصد، ليش اخترت التكريتي دونا عن لك 600 موظف؟ شو السبب؟ ليش جلست تحاور وياه؟ انت عندك مزرعه وتبى تسوي المشروع مالهم مال فري رينج، لكن كيف قدرت؟ ايش معنى اخترته دونا عن العرب كلها الموظفين؟ شو بقول لكم، انا جيتني يعني بحكم خبرتي انا في المجال هذا، سالت اسئله اللي هي المفروض تسال، نعم يمكن تطيب عن كثير من الناس اللي يربون الدواجن، نعم، فانا اسئلتي اسئله فيها تكنيك كثير جدا، نعم، للمستقبل، هي لانك انت مختص، لاني انا مختص فيها، نعم، فاولا الشباب الموجودين هنا جزاهم الله خير عندهم، نعم عندهم، لكن هذه بعد تحتاجها الى ناس عندها خبره، نعم، فالمهندس المستشار جعل الله يحفظه السؤال ماله هنا تويه ويه مستشار يا راي، هاي شيفت شيفت مستشار هي ما شاء الله عليه مستشار، عادة المستشار اي ويه مبوز، هذا مستشار وبشوف يا ربي لو ما كان فنه والله ما رمست وياه، العراقي ايه الله يحفظه ان شاء الله يبارك فيه، يطرح البركه ان شاء الله في الارض اللي هو يستاهل منها، الجواب اللي جاوبه يغنيك عن اربع خمس اسئله تسالها الناس اللي بغير، هذا هو يعلى الله يحفظك يبارك فيك، الله خير يا دكتور، هذا يعلى الله يحفظكم معالي احمد جمعه الدعابي، معالي احمد جمعه الدعابي يعلى الله يحفظك، مرحبا مرحبا ابو علي صبحك الله بالخير، كيف حالك ابو علي؟ كيف انت؟ مرحبا 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 مرحبا، هذا المنتج المحلي Thank you.
شكرا علي. اي يا ابو علي جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا 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 مرحبا. الله يسلمك يحفظك. كيف حالكم؟ لا لا كلهم الحين كلهم بدور عليهم الكاميرا كلهم الشيخ. لا حسب الحين القهوه سمراء واللي يصب القهوه سمراء. ها هذا العوق انت. هذا العوق هذا العوق. صدياي صدياي العوق السمراء. الله اكبر.
كل ذي عاهه جبار. هذا لو الله عاط انك فتر شويه طول بتسوي اليور انت. الله يحفظك. تعال يا الحين انا بصورك الحين حق اللي مندبت انك ما تدريبك. تمام تمام. سلام عليك. والله اللي مرحبا. كيف حالك؟ محظوظين متابعة في الوليد. الله يحفظك ويبارك فيك. امين ان شاء الله. احنا جايين عنوس سبب سنابل. يعلك تسلم. احنا دوامات امتحانات علينا. اللي ما دمت حدك. نعم والوالدك قالت لنا ها على الخشم. جزاك الله خير. كفو والله تستاهل الوالدة. اذا بنت انا تستاهل. يعل الله يسلم عليها الاخلاق. يبلغ هذا مستر خالد، هذه مدام زنيبر. مرحبا مدام، كيف حالك؟ اكبر عائله تملك اراضي وزراعه بعد الملك المغربي. تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، شرفتونا شرفتونا. عندهم مجموعه فنادق ما شاء الله، عندهم زراعه ريد فروتس ما شاء الله، مزارع ايوه زيتون ما شاء الله، معصره ما شاء الله، اكبر مشاتل يبيعون مليون الى مليونين شجرة زيتون في السنة. تبارك الرحمن. يلا الله يعطيك تستاهلون. انتم بلادكم بلادكم بلاد مبروكة. فكيف ما بيستوي فيها؟ هي كل شيء فيها زين. انتم ونحن اهل نمشي في قارب واحد. من شمال وجنوب. الحمد لله الله يبارك فيكم. من شمال المغرب وجنوب. الله يبارك فيكم والله. مرحبا مرحبا مرحبا. شو تحبي تقولين؟ شنو تحبي تقولين؟ قولي انجلش، قولي فرنش، قولي مغربي. كان حب جنان بالذات. كان حبك بالذات. والامارات. مرحبا 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 مرحبا. تعال ياي. مرة تحية سجلت. زين. ما يحتاج تربط هذا حمدون، هذا خلاجينا. عندك زين. أنت الحين أبو البادي من وين؟ العرب ما تدري كنت منه. أنا خليل الشمري، مدير أو الرئيس التنفيذي لمجموعة المشاريع الخارجية في شركة جنان. زين. الحين الناس الحين بطريقة مختصرة. نعم. عن الحرمة هذه. هذه الحرمة مدام زنيبر، هذول أكبر عائلة تملك أراضي واستثمارات بعد الملك محمد السادس. ما شاء الله تبارك الرحمن. شو علاقتكم انتم يا جنان معاهم؟ احنا بس ترسيخا للعلاقات بين دولة الامارات والمملكة. نعم. المغربية. نعم. بتوجيهات من الشيرمن. الان نستثمر في المغرب. الشيرمن من وين؟ الشيرمن بارك الله فيك. الشيرمن طال عمرك محمد بن راشد العتيبة. والنعم بخلق. ما عليك زود. فرحنا المغرب واشتركنا وياهم، بنسوي اكبر مزرعه اورجانيك اوليف اويل حوالي 2500 هكتار. بنطلع اورجانيك اويل زيرو اسيديتي، بنجيبه هني الدوله. ايوه. وبنزرع 350 هكتار ريد فروتس، بلاك بيري، بلو بيري، رازبري، هذا عشان الانتي مضاد الاكسده. انتي اوكسيدنت. لا هذا مضاد الاكسده حتى يمنع الامراض السرطانيه والامراض. زين. هذا الشيء متى بيستوي؟ عمرك امس وقعنا الاتفاقيه. انا وقعت، انا حضرت صورت. انا وقعنا الاتفاقيه وانت صورت. ايه. وبعد ان شاء الله شهر بنبدا ان شاء الله. ان شاء الله بسير وياكم ان شاء الله. بتشرفونا كلكم هناك. يا مرحبا وسهلا. الله يرحمك. يلا حيكم. مرحبا مرحبا. زال ابوي الطباخ والنفاخ وابدا الدنيا ريخت. سلام عليكم. سلام. كيف الحال؟ سلام عليك. كيف حالك؟ كيف انت؟ الحين شركتكم انا ما اعرف ايش اسمها. كابيتال للضيافه طبعا. كابيتال ارض المعارض. ايوه ارض المعارض نفسها. انتم عندكم يعني مطبخ يعني؟ مطابخ محلي لوكال وانترناشونال. ما شاء الله. كان في طلبات داخليه وخارجيه وافراح وكل شيء. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. هذا ابوي شغال الشركه هاي حق منو؟ حق ابوي ضيوفنا نحن اللي جايين. هذا ابوي شغال. هذا عاد دق حساب الرزيف، هم طالبين ابوي دياي وقال لهم ابوي لا تخدمون للدياي، فلذلك ابوي هذا دياهم شوي مخدوم للضيوف، لان كل هالعالم اللي جاي عسبها. هاي الفنانات ها متيلغات كل اللي جاي ابوي لاجل هاي لها هالعرايس كل هالعرايس. والفود تيستنج ابوي يطبخوا لهم ويطعمونهم وما حد يحط
حطوا له صحن الا طلب الصحن الثاني. وين اروح على اولهم؟ احنا من ثلاث ايام سامت على عمري ديايريج. اي والله لكن اتضح عندنا احنا ناكلها السنين اللي خطفت طلع ابوي هذاك ما بدياي. هذاك ابدا مش دياي. فرق ابوي بين هالدياي والدياي اللي احنا ضارين ناكله. فرق السمع الارض. زادني انا على اول ما داني الدياي والحين طعمت ثلاث ايام اقولكم. وقبلها بيوم اربع ايام يلا. واليوم هذا اليوم اليوم رقم خمسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرحت تشوف شايف انك جايني من طلد شرات شرات الطلقة. ايش عندك؟ والله عندي الوالدة. هي. ما عندها غير ابو محمد ليل ونهار. وهي هي اللي شو اسمه ابو محمد هو اللي يونسها هو اللي يداريها وتقول انت ما اشوفك كثر ما اشوف ابو محمد. الله يحفظها. أيوة. وين الحين هي؟ هي في دبي. ايوه كانوا في الخارج يعني. هي كانت في الخارج كانت في لندن. سنة كاملة. ايوه. السنة هاي سنة كاملة في لندن تقول والله ما حد ونسها غير ابو محمد. يعني الله يحفظها. الله يبارك فيك. ان شاء الله سالم غانم. وانا متاكد احنا بنشوفنا. يعني الله يخليها ان شاء الله يطرح البركة. والحمد لله ان الله مسجنها ولد بار شرافه. يعني ان شاء الله يبرونك عيالك مثل ما تبرون. الله يجزيك خير. جزاك الله خير. ومأجور ان شاء الله على المسجد. جزاك الله خير. بارك الله فيك. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. زين انت منو قبل؟ انا اخوك عبد الرحمن رفيق. والله انا اقول هالوي اعرفه. تاخذني احبك. احبك بارك الله فيك. زين اخوي عبد الرحمن. يا رب اسمك وايد معروف انت. حبيبي يا غالي. اي والله كيف يعني انا ما اعرف؟ يمكن لاني مش اعلامي فلذلك تلقطني ما اعرف الاعلاميين الله يسلمك اللي سير هالسير وياي يعرفون يقولون جرايد. انا اسمع الرمسه فلان قال ولا لا 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 ما عليك. زين شو سؤالك الله يحفظك؟ انا والله بتخبر عن الدياي هذا اللي منتج من منتج يعني منتج جنان. وجنان يعني انا احب اخبر الاخوه اللي يتابعونا او يشاهدونا ان مشروع وطني قادم بقوه ليشارك في الامن الغذائي دولة الامارات وايضا الدول العربية الشقيقة يعني بصفة عامة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني شيء يفخر به الإنسان ويتنجز الصبر. الحمد لله. الحمد هذا على الله يحفظك. وياك إن شاء الله. بدوا ينتجون الحين بدوا صنعوا مزرعة واحدة أو مزرعتين الناتج مالها الحين ابتدوا يعطون العرب فري جسمونه لكن بيكون متوفر في الأسواق من بعد ثلاث أو أربع شهور إن شاء الله. إيه بيكون متوفر في الأسواق. هذا عندك أنت مزرعة تروم تحط اسمك. فلان زيد عبيد بتقوم روحك انت بتنش وبتديره وبطالع حلالك وبتبيعه وهم بيبيعون لك وبيوزعون لك وبيسوون لك التسبيق والعناية الصحية كل ما يختص بالمشروع مالك انت مالك الا شيء صافي عليك الماي والكهرباء والعامل وتبني شبرك روحك وخلاص. في احتمال وايد كبير ان صندوق الشيخ خليفة يقوم بالتمويل ان شاء الله. ان شاء الله في الدراسة. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وان شاء الله قريب نشوف المستشفى ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا مرحبا. تصبر على حين رمسة ما بللك انت حينه. رمسة الله يحفظك انت حين رمسة سنين. لا خلي بعقال منشوس هذا ما شاء الله عليه. يعني الله يحفظه. حينه يعني الله انت قلت لي انك من قبل لك طري. قبل لك طري شوية تلحقها مسمرة. انت جاي بحمرة. حلوة. كيف؟ لان شوي احنا عايشين في لندن كنا. ايه عشنا في لندن. ايه كسبنا الحمراء ما شاء الله. يلا الله يحاولك. ايش حالك يا عمي؟ قبل فتره طبعا من هلا وخوالنا انا عبد الله خاله في المزروع. والله والنعم. والنعم من بنهلال. والله والنعم. يلا الله يحاولك يبارك فيك. ابركك من ساعه اشوفك. مليون مرحبا. شرفت ابوي شركه جنان وان شاء الله بتطعمون الدياي اللي هو جنان يتكا هذه حينه شفنا نرمس وين منت ثبت الله صبري شوي وين منت هذا الاسلوب اللي عادوني فيه. يا الله يحفظك اخذكم ويبارك فيكم. هذا مطر الظاهري. السلام عليك مطر. وعليكم السلام. كيف حالك؟ زين الحين تباني يوم اي ان الحظ يجيبني عندك؟ يا الله الحظ نحن ندوره. شوف انت ندوره الحظ نحن ما نلقاه. نعم. ترى اسم الحظ. الحظ واللي حصل الحظ حظيظ 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 نعم نعم. الله يبارك فيك. جيت شفت المشروع شفت كل شيء. نعم. شو اللي يازلك؟ والله يازلنا مشروع من الجماعه هني ان شاء الله وبنبدا وياهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بس مزرعتكم انتم في العين؟ العين نعم. عندهم قصدك شروط؟
عندهم مش شروط، عندهم المواصفات يقدر بعد، يعني هم ما يمسكونك بعد بشروط معينة، هم يقولون لك يا تبني بروحك نعم، وكم تبى ودور مقاول يا هم يبنون لك. الحمد لله الحمد لله، هذه نعمة الله ييسر أموركم جميعا إن شاء الله جميعا، يطرح البركة. السلام عليكم. من شفت الحصة اللي عليه سلام الله يدور من دور الله ييسر أمورك في داعي اليوم. صيانة المبنى كيف، شو ترتيبها صيانة المبنى؟ صيانة المبنى محطوطة على المودلر أو المودلر، أنا البنيت الفرنشوز. صيانة المبنى حتكون بحدود 5% من قيمة المبنى محطوطة على الاعتبار. يباك تعزل له البر من الشعير خلاص معناتها يا عثرك ابوي فيت ولاك المزروعي يا عثرتنا ابوي بنشينا عنكم واحمر مع احمر فينا من حقك حبيبي من حقك بارك الله فيك تسال السؤال اللي لا لا موجود معالي راس مرتد من حقك تسال السؤال ما دام انت انسان جاد تسال السؤال منهم مفروض يردون بالرد اللي يشوفون موالب ان يازلك مرحبا وما ياز يعني ربي حفظك وهم في دعاه الله جزاك الله خير راشد بن سعيد بن حارث هلا يا هلا بخير خبروني انك ابوي في لندن تدرس كنت نعم اول اقول اني يوم اسمعك تقول على بلاد من اسمعك لا اله الا الله حبيت بيقولون هم يسوون تسفير لا يظهر خارج الدوله شو عندكم؟ اسكريم طلب اسكريم بوتي نعم قافتنا والله شريف الله يسلمك الله يسلمك الله يحفظك يا حي سعيد خليفة سعيد خليفة كيف حالك؟ الله يسلمك نوب الله عليك هذا غضنفر هذا ايطالي غضنفر هذا يا ابن مازين الا جاكيتي يا ابو ما شفته يا مكشخ بعد مو بي ستار ما شاء الله ماركو كورادو ماركو كورادو اسمه تبارك الرحمن انتر ميلانا ما شاء الله عليك ليغوريا بورتوفينو جنوبا شمال من شمال ايطاليا الريفيرا الايطاليه منطقه اسمها رب الله تنبه اي مكان الدنيا العوده يظهر هالنمونه ما بسيل لها الله الله يحفظك حبيبي الله يحفظك حياك السلامه ماركو هذا كان قالب هالنمونه قالب هالنمونه غمض برج غدا هالنمونه انحتوه وسووا شعار الدوله كامل على ما تشوفون شعار الدوله بخيول تيجان الدنيا ها كبر الشر شو كم كبر المكان طول الريال بوديتين هو القاعدة بخليه له شيء بعدين ينفخ عليك انديش حسب ما يدوب هذا الشيء السلام عليكم وعليكم السلام يا رب يتكلم عربي يا ربي عربي I will give you somebody يا ربي no problem Allah. But this one, when you take for two blocks, minimum 2 hours for two people. This one? This one. To do this one, two hours? 2 hours. Aywa. Same this block. Uh-huh. And from other one, from single one to do, only 1 hour. 1 hour to fix? 1 hour to fix. For this is our more work. This company from where? This is all the hotel from Dubai. All the hotel, all the restaurant, uh-huh. We are participating for this competition. MashaAllah, this company from Dubai. Dubai. And we have like a hotel, like a Burj Al Arab hotel, Madina hotel, Hyatt Regency, like this, all the artists, people, they're doing the job this one. MashaAllah. This one is special from kitchen artists. Nobody can have this kind of hotel. Nobody. Me, I didn't see all my life like this. So when you come from Gulf Food Show, you can see so many things. MashaAllah. Yes, exactly. This one lasts for around 5 to 6 hours you can keep it in the proper temperature. It's nothing, no problem at all. Yes, exactly. All right, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. المعرض ابوي ترى يباله 100 يوم ابوي لين تخط شرقه وغربه. انا عازب اللي هناك عند جنان ما رمت اتحرك لان عرب وايد عندهم ما شاء الله.
وساير وياي خلق الله ما خلق، ما رمت اي، وحين رمت شويه فرسخ حق عمري 10 دقائق جيت بطالع شو تخدم العرب شو يسوون، جيت اطالع يعني مكانهم. شو القسم اللي نحن في حين هذا اللي حضرت؟ قسم المسابقات. مسابقات شو؟ مسابقات الكوكينج. انزين. هاي مسابقات الطبخ طبعا، كل قسم كل واحد. هذا صحن انت اللي مسويه. هذا انا مسويه اليوم فش اللي هو سمك. ايه. مع كينوا. ايوه. زين بطريقه الريزوتو مع جلد فيجيتابلز خضروات. والصوص ليمون ماستر. ما شاء الله عليك. ومنو اللي يقيم هالاشياء؟ يقيم في جوج اوريدي مخلصين، بحكم في جوج بعد ما نخلص نحن نقدم الطبق وراح يقيمون عليه. ايوه ما شاء الله عليكم. When you have anything on the plate, like I say, everything must come on as well. You cannot stun the judges' tongues in such a way that, wow, we get a surprise and then after that we all become numb. Everything must come on the plate. Okay, then that's an issue. Okay, and when you do pastries, dumplings and this, you gotta think, فكل شيء اللي تشوفونه هذا ما بي براحة، هالصحين اللي انت تاكل يا الانسان في المطعم ما يجي من يوطي دراسة وتعب. شوف مثلا ها كل شيء اللي تشوفونه هذا، ليش ارض المعارض تستوي؟ كل حد عنده شيء يعرض المنتج ماله، حتى الطبابيخ اي طباخ يتفنن. شوف شو مسوي هذا، ها فندال ويح وبطيخ وما ادري شو كله يطلع باشكال جميله. هل تشوفونه؟ اظني شو هل تشوفونه حينه؟ هاي ترى من صب الله يا ابو كني ما تحريت خبز الا حين يوم خبروني. هذا تشوفونه هاي السمك والغزلان وهذا كله والعربانات والكراسي، هذا كله بوي من خبز، والصينيه اللي تحت من خبز. ها شوفوا هذا ويه الرجال، ترى من خبز روتيه مخدومه على هيكل خبز. واه شو هاك اللي تشوفون على اساس انه حطبه عود، وهاي ترى ما بحطبه، لا والله روتي مقطع ومعدل طاش يوم سبعين. شو كان شيء غلطهم، كانت مصدق هاي عايبني يعني، لكن شو اسوي بعيد ما ظني الاكل. ها شوف انتم، ها شو امور 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 امور، ها كل هذا من خبز، لكن لو بصور 16 يوم شو هذا كله خبز ريج، لكن مسوينا على طريقه خبزه قوالب مصبوب. ها شوفوا هاك الفيل، ها خبزه تراها روتيه من الكبار. ها طبل لكانه من روتي من خبز. شوف سبحانك يا رب، الله ما شيء غلبهم. لا ونحن خمير شمشمو فلزي شباب حشرنا الدنيا، وطالع العرب شو تخدم، طالعين العرب. شوف الناس شو وصلت وإلى وين وصلت، ونحن أربع خمس نمونات وحاشرين الدنيا حشرة. أسمينا هاي يوم يقول لك يقدر من الضباب، هذا نحن ولا هذا بالله عليك منو يروم يسوي هالنمونة؟ شوف سبحان، هاي يوم يقول لك ثقافات، لازم الإنسان يشرج ويغرب ويصير ويجي ويطور من نفسه. ليش أنشئت هذه المعارض؟ شو السبب؟ يبون يعرفون العرب ثقافات الناس اللي عندهم، كل حد وله ثقافته وعلمه ودراسته وكيف سووا وشو الاشياء اللي يخدمونها. فلذلك تلقى كل خدمه تختلف عن الثاني في كل بلد. المنتج اللي كان يروج له امس سليمان القصار، هذا المنتج كان يروج له سليمان القصار شيء واحد ياس يصور انه على يم مخلني متخادي ما ادري شو يقول. شوفوا اقول لكم هذا امسات انا ما كنت ادري ان هذا اللي يطريه سليمان القصار، هذا الله يحفظكم بنة البتر العادلة كلنا يعرفه، بنة البتر ما ادري اللي مكمل يوم دوم اطريه انا الحين مسوين. ها على الطعم هذا انا جربته اخذته بالصدفه مكمل يوم من سوبر ماركت في مدينه خليفه، وايد عيبني شيء لذيذ لا صار ولا بدل ما دهنه يسمون مال فول السوداني هو الاول، وهذا شيء على فستق وشيء على بيدام وشيء على يوز وشيء من النعيم وشيء كرنشلي خشن شويه.
هذا وايد فنان بدل ما تستعمل جيد زين وفنان وغاوي وحيد وغالي ترى ما برخيص لكن شيء جودة بروتين عالي ينفع للصغار والكبار يعني شيء غذاء أخير عن دام دبس وعسل وجبن وجام وجلالة هذا أبوي أشياء صحية وفنان وشيء ما شيء شراته وكل هالعرب حينها هالعرب كلها أبوي عايز تاخذ هم اللي يأخذون حينه هذا معرض معرض وكل شيء عارضين والناس تي تطعم ما يحتاج انت وليد وليد شو والله والنعم انت تبع الشركة هاي اوبيو ما شاء الله والنعم فيك انت من هالكويت والله والنعم انا طال عمرك من ربع سليم القصار الخاصين اللي معرفه من الطفولة هو يعني امس الاستاذ مالنا في جنان وانا جاي طال عمرك ارد الزيارة هاي رد الزيارة انا جاي الحين اسوي رد الزيارة الله يرفع قدرك يعلم لسانك ان شاء الله البرودكت مالكم هذا انا شايف انه مستعملينه اكثر من 6 من قبل ما اعرف يعني البارح يوم شفت القصار قلت ابوي هذا عندي انا في البيت شيء لذيذ نحن متعودين على البينت بتر بينت بتر متعارف عليه العادي اللي من الفول السوداني غير هذا ما حد يعرفه زين اللي سويته وخير ما اخترته ما شاء الله ابو داود مشكلة شو حين اللي ياسين في البيوت ما يعرفون شو اللي يسوي في المعارض المعارض اللي مثل هاي الدولية مش اتي تشتري مش موضوع مشترى مش موضوع بس اللي اتي تطالع ها شو مثلا تعدوا قواطي العنس الاوليات فوالتها الغمضة واليادي ها الاول هاي فوالتهم العرب هاي فوالتهم جليل اللي عنده مشكل هاي فوالتهم الاول وحين طيب ها مركز كامل بزم وعراه يبيع لكم ها هالبرودكت اللي عنده يبيع لان الاناناس وما ادري شو وكل شيء فلذلك اللي يكتسب خبره ويطالع الدنيا هاي شو فيها شو ما فيها المعرض ما ضروري انت اتي تشتري وتبيع وتعرض اللي عندك السلام عليكم ما شاء الله انت ما شاء الله ما شاء الله في شيء مسواه جاهز هي. انت بيسوي لك اياه فشل هذا طالعك كله يكون مثل ما تقول فش وقانك يعني يتسوى في الدقيقة حزتها شوف انت طيب والحليب الحليب نيبه من امريكا و يتسوى في الدقيقة انا فتاه ما في لا سكر ولا في مواد حافظة ولا في شيء هاي الشركة موجودة في ابو ظبي دبي موجودة في الامارات كلها موجودة في ابو ظبي وفي دبي وفي عمان وفي السعودية ما شاء الله وانتم ماخذين وكالتها نحن نملكها ما شاء الله والملك لله وحين هذا حطوا اياه النيتروجين ايه فهو اللي يثلج الايس كريم على طول حزتها شوف انت نعم مقواكم الله يسلمك وين الحين شبه تعطوني الطعام؟ ايه الحين يلا give us a sample هذا محمد سمبل لو انك قلت ما تبغى تاكل وايد هذا سمبل خفيف يعني بعد هالكبير بحلف عليه والله سيد حلف يعني عطني هاي الخاشوقة هالكبير وبقول لك بسي لا والله انك تاخذها باخذ ما يحتاج ما يبى محاري بارك الله فيك يعني بعض مسكرين بتحلف علي بس اكسترا مايه مور هي عيشو ابو ماشي بعد شوي بعد مور بعد شوي يونا اخر شوي يونا يبى المور يلا يعني الفقر وشي سبوت بس ايه حين عدل ايوه والله فنان وغاوي ما شي شراته شكرا شباب بارك الله فيك طبعا على هل بالاناناس الاناناس الطرف هذاك وهناك يبيعون تون وما ادري شو يعني كله فنان الحين تبيعون له بس سنبل حق العرب الحين سنبل لكن به المحلات بارك الله فيك الله يرزقكم ان شاء الله وعمرك شغلكم فنان وطعمه لذيذ والله لكن على اذا تقول انه بدون سكر بدون هذا اكيد في ذمتك نسوي انه بدون سكر ما نضيف عليه شوف انت والله كله ترمون ابوي جبت لك هذا الاستاذ المحامي ها يلا محامي عود محامي اكبر محامي هذا علي الخاجه فالله يسلمك ابوي هذا طعم شيء شغلهم وايد فنان والله تدري انه بدون ما في لا سكر ولا في شيء ولا شيء ياته عندكم كراني ولا شو؟ هي والله موجودين في ابو ظبي في الوحده مول موجودين في دبي ثلاث صراحه هي والله انا بقول بطعم شويون قلت لهم حطوا لي قوطي من الكبار يلا
الله يحفظك استاذ، بارك الله فيك. ما علي سامحني استاذ صورتك، ما علي كل واحد. محمد ترى ترى يقرا على العرب، من يقرا عليهم سوى لهم طمس الانظار. لا ما عليك نحن ما يرومنا. تكريتي تكريتي. الرجال من والله والنعم والنعم يعني الله يحفظك يبارك فيه ما شاء الله. عيبتني شخصيتك ثقافة عامة عندك وخاصة في الأشياء اللي تخص التصنيع ويعني مثابرة. على الله يبارك فيه. أبوه مهتمين في الموضوع ويعني أبوه أول يوم والحين هذا الولد وصل. على الله يبارك فيه وفي أبوه إن شاء الله. على الله مرحبا 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 قرب قرب. هذه الصورة معك. يلا ها هذا. بس ها كبرك. إذا صد منك ريس أصور. مرحبا مرحبا بالشيخ مرحبا 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 بالبركة حي فضل الله حي ابو يدين حي الشيخ حي المبروك الفلاحي بيقول لي ظهروك بس انا الخالفي ما يهمك دكتور ابوي هذا ما حد يروم يقول له شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Absolutely, and you are most welcome. It's so lovely to have you here. Alhamdulillah. Have you been eating lots of food? Ya Allah, I am. No, no, no need to talk. Well, inshallah, we'd love to see you here again. Inshallah, inshallah. Thank you so much for coming. Thank you. Enjoy. Inshallah, thank you. Bye bye. كلكم عاد أنا تحراها جاي تبغى تصور وياي ولا شيء. طلعت أبوي هي. تبع أدنك تبع أرض المعارض تبع المعرض هذا بكبره. ليش اسمه أدنك؟ أدنك هذا الموقع اللي نحن فيه يعني هو اسمه أرض المعارض صح؟ أبو ظبي انترناشنال اكزيبيشن سنتر. إيه أبو ظبي انترناشنال اكزيبيشن سنتر اختصارها أدنك. زين يعني هي أرض معارض هي تقام المعارض اللي في أبو ظبي. نعم المنظمين يجون ونحن نوفر لهم البنيو أو المكان. إيه. ونحن نفرح دائما تضيف أبو ظبي والفعاليات اللي تستوي. كلك ترى أنتم من هالبلاد اللي من هالبلاد لازم يفرحون بليون. يعني حد ما يعيب حد يضيفه ناس تفرح. لذلك أرض المعارض هذه الشركات اللي تتفق معاكم وتعرضون منتجاتها ولهم اللي يرتبون انتم شو شغلتكم بالذات؟ يجون المنظمين يتفقون مع الاداره انه عندهم معرض المنظمين مثلا هذا المعرض للمنظم والعارضين يتفقون مع المنظم، المنظم اللي عندنا نحن ويقول يا ادرك انا ابغى منكم المكان هذا لاني بقيم المعرض الفلاني. ايوه ويتم على اساس التسهيلات والترتيبات والستاندات هاي منو اللي يرتبها؟ نحن عندنا شركه تابعه لادنك اسمها ادنك سيرفيسز. يعني اللي بي ما يتعايى يقول وين بي بالستاندات وهاي عندي عده شركات عارضه. يعني كيف الواحد كل شركه تنتقي حق نفسها سناب سناب؟ ستاند شو السبب؟ لان عندنا نحن فريق كبير من المصممين وما شاء الله المهندسين والخبراء اللي يجون يقولوا لك انت يا عارض تبغى تسوي ستاند انا عندي زينات هذه انت شو خاطرك شو هم ينفذون الستاند كامل اللي انت تباه اللي يناسب نعم بدل ما تروح تدور برا نحن عندنا شركه هي اسمها ادنك سيرفيسز ايوه تسوي الستاندات هذه حق العارض على حسب المنتج اللي عندك انت طبعا بارك. اي ديزاين تبغاه بارك الله فيك يلا الله يوفقكم شغلكم كله مشرف وبياض الوجه ويعلى الله يحفظكم ويخليكم على ما انتم عليه والى الامام ان شاء الله مرحبا بك سلمي حد من بيتكم يتابعني؟ ايه اكيد سلمي عليهم كلهم الله يسلمك كل شيء مع السلامة الله يحفظك شيخ عبد الله بن محمد بن خالد يعني خوز انت مرحبا طويل العمر محمد ايش عاك طال عمرك؟
كيف انت؟ الله يبارك فيك يحفظك. ابو محمد عندك؟ عندي انا ولا عندك انت؟ انا اسوق لكم من دوم من الحمد لله. هذا ياخذ 50 يوم يوصل 1.7 كوميرشال ياخذ 28 دايز. شايف الفرق؟ هاي الفرق سلو جرو، هو ياخذ راحته تعطيه مساحه انه يتمشى فيها دبل المساحه. اظني لو طلع عمل يشوفها بالعين بيعرف فرق الاحجام ما شاء الله. كل اللي يوم شافوا حتى اللي عندهم خبره انا كانوا يستفيد كيف بدون هرمونات. الطعام الشيخ الطعام الطعام شيء غريب. هو عرف من الطعم. نعم وانا وقعت على الطعم. يا الله يحفظك. يا الله يحفظك. هاي انتجت طال عمرك 5000 طير بايلوت بروجكت. جبنا المزارعين ويانا ابو محمد وسوينا لقاء راويناهم الجنود دخلنا وياهم في الدرس وشافوا الدياي وحطنا واليوم قلنا لهم تعالوا بسيال 3 ايام الغداء من هالدياي اللي احنا تكلمناه. ما شاء الله يجون الفريق والدياي والكبار والصغار. يلا الله يجون. ونشارك المواطن بالخبره هذه ونستفيد من المواطن. عندهم بعد من التمر. نعم تمر الامارات. والقهوه بعد. هاي فايبر هم يدخلونها بالهيوم ولا هي من زمان تستخدم في الحلال ومن زمان يستخدمونها في القهوه. سبحان الله الشيء هذا كثير بركه. والله بي والله بي كيف يا طالب؟ ما شاء الله عليه ما شاء الله ربي يحفظه. من بعد ما خلصنا المشروع هذا قلنا في فرصه
تقييم المباراة أنه ممكن نسوي مزرعة تسمين، نسويناها بالمحاضرة على طول. مزرعة تسمين، مزرعة التسمين هذه شلت 240,000 رأس بجد، 240,000 رأس بجد استخدام في الأشياء قبل الله تنقصد الحيوانات. نحن شو نسوي؟ ناخذ العجول من المزارعين نسمنها 3 شهور ونصدق، ويبنى عينة من اللحوم، هاي اللحوم السودانية، وخلينا الناس تذوقها مشان تقتنع الناس ان الستيك واللحم اللي تغذى بالشكل الصحيح من الحيوان يتغير. شو هاي نقطة؟ هاي نقطة واهم شيء هي التغذية، لان اللحوم السودانية لو كيف الوضع الحالي طريقة التغذية للاطفال المسلمين هي لتغذية اللحم، طريقة التربية بعد يعني فترة من الطريقة للتربية. المشروع هذا في اعمار معينة تستلمونها فيها؟ نستلمها في وزن معين وفي اعمار معين. طبعا قبلها يكون يرعى مرعى طبيعي ستيفا وتسمن الغالي شهور يترجع. يعني شوف صور حيوان تبي تغير فيه، هاي صور لو تشوفها قبل طويل العمر يعني العظم، بس عظام باينة ذي ما، لكن يتغير في 3 شهور يتغير شكل طبيعي. هذا المشروع يقدر يصدق ويشتري اي فراش سجل يروح شيخ. هذا ابوي يسمينه تسميه منوه انت؟ شيخ غايل. اشكرك انا، اشكرك اشكرك. شو اسمك؟ شو اسمك؟ غايل سعيد محمد. والله والنعم والنعم والنعم. انت خواله، انت ابوي، انت مسب، انت خواله، خواله العود عليه الجنه. الله يحفظكم ويخليكم ان شاء الله، يطرح فيكم البركه ويغفر له. امين. وين الامين؟ ها؟ امين. ايه كيف حالك الشباب؟ الله يسلمك. هذا اصغر عيالك وانت اكبرهم؟ لا لا، سير عدا يدور. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسلمك. وهذا؟ هذا حميد اخوه. هذا؟ هذا ولدي حميد. ما شاء الله، على الله يحفظه. حميد تدرسه؟ الحمد لله. انت ما دريت، انت نسيتني خلاص. هاي ما باليد الحين ايش اسوي؟ اللي يشوف هالزين ابوي وين بيتذكرك انت؟ اللي حصل الماء بطل السعود. الله يحفظكم. يلا الله يحفظك. الله يبارك فيك. شوفكم حبيبي. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظكم الشيخ الهيان، عند الشيخ حمدان بن محمد. الله يحفظكم. يشرحون العادة عن الأعلاف ومكوناته ونسبة البروتين والأنواع وال يعني من وين المصدر، من وين المزروع، من وين مكبوس، من وين مخزن. كل هذا شرح تفصيلي يشرحه للشيخ الله يحفظه. السلام عليكم. مطور تفسير يعني عن كل شيء، عن كل ما يختص بالإعلام. هذا الجهد المضغوط اللي تشوفونه تحت كبسول، اللي قلت لكم البحر ريحته غير ريحة قهوة من زينة، هو اللي جهد نوعية، ما بلا برايد وما بلا رودس وما بلا جهد المضغوط، لا نوعية تختلف، ما بلا صلوب، لا. الشيء الثاني هذا بس يكون مضغوط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يعلى الله يحفظكم. أنا ظهرت من معرض سيال وقلت بدخل بسير جدة الوحدة مول باخذ اللي حاي فيها، وأنا جاي خذتني سيارتي لين من طرف الكرنيش لين جدة ستاربكس اللي هني، وأذن المغرب وكد مصلي أنا في المسجد هذا الطرفاني اللي مني من اللي على يسار ستاربكس، وحين قلت في خاطري اليوم هذا بصلي في المسجد ها وانا مش على مسح، تريت لين أذن دخلت تمسحت، سلموا علي شخصين، الشخصين يعني الله يحفظكم، الشخصين الله يسلمكم ببشوتهم، واحد لابس بشت لونه لاسي والثاني لابس بشت لونه اسود، شيفتهم يعني حل الدار. المهم تحفيتهم تحفوني، ما وعيت الا بالبشت الاسود قام الصلاة، ولأن صوت قامت الصلاة صوته يوم يقيم الصلاة شعر ينبك يقف من حسن صوته، وفجأة الشخص الثاني ترى بالبشت اللاسي هو المطوع الإمام، يوم قرأ يا عيال الحلال شو قراته، أنا شوف المسجد هذا الصغير ممزور لين عينه، لين عينه ممزور فل، أقول في خاطري زاد هالعربتي أبوك هالحس الغاوي الفنان. المرات ما بطول عليكم السالفة، أقول في خاطري إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين وركبت سيارتي بقول حق الجماعة أن المسجد هذا فيه اللي يقيم الصلاة صوته النمونة، واللي ينبل بالعرب اللي يصلون صوته النمونة، شلكم أنتوا خلصتم صلي، ولأن الإمام يتريح خاري هو ولده منو عاد الإمام بلبشت اللاسي. انزي طول عليكم السالفة، يوم ظهرت خاري ولأن الريال يترياني، هذا يعني الله يحفظكم إمام المسجد هذا اللي أنا توني مصلي هذا فيه. شو اسمي مسجدكم؟ علي عبد الله جاسم المسجد. مسجد علي عبد الله جاسم. وانت الله يحفظك. عبد الله زراني أبو حمدان. ما شاء الله، تعال حمدان خلنا نشوفك. حمدان. ما شاء الله على حمدان، يعني الله يحفظه. حمدان هو اسم طايح على مسمى، يعني الله يحفظه. زين أبو حمدان الحينة صوتك ما شاء الله عليه وايد فنان تبارك الرحمن سبحان الله، كأن القلوب شي واحد، وانا جالس يعني وانا اصلي والله العظيم في خاطري بركب سيارتي واول ما افتح الموضوع بفتح موضوعك انت، وسبحان الله لقيت الريال هذا عند الباب وتحفاني قال لي انا اتابعك انا وفريجي، وانا من ايش؟ قلت له انت من وين؟ قال لي انا من الشارجة. من الشارجة معقولة؟ قال لي هنا عم الشارجة. سبحان الله بالنسبة لي أنا مفاجأة أنك يعني طلعت من هالدار وتعرفني، وفي نفس الوقت جالس أقول في خاطري بطلع برمس هالرمسة. إحنا طال عمرك نتابعك ونتابع أخوك صلاح، بارك الله فيك وفي أحسانك، نقابل صلاح ونشوفه نقابل إياه في يوم من الأيام سبحان الله ونسلم عليه معلومة. بس أنا من متابعينك، ليش قلت لك أنت جاي السرب؟ يعني السرب صح؟ محل الخياطة؟ هي سالة السراب. سراب. ما ليه؟ فصلت عند المقاصين. هي مرة ترى بعد رحت له. سألتك عنه وأنت دليتني المكان. سألتني عنه في وين؟ في السناب. هي لكن ما خبرتني أنت منو؟ أنا لا أعرف كانك أنت إمام مسجد ولا من الشارجة ولا فلان ولا علان. سألتني سؤال عادي وجاوبتك. أي نعم. جزاك الله خير. صوتك تبارك الرحمن في منتهى الروعة. يعني الله يبارك لك ان شاء الله في عيالك. الدوله شجع طال عمرك التوطين في الامامه. نعم. في الامامه وفي الاذان ومذيع في ذات القران الكريم ابو ظبي في برنامج صباح النور، يسمعون عبد الله زرعوني ابو حمدان من مشاكس دوما منسون، ترى هذا هو انا مدير مركز ابو ظبي لتحفيظ القران الكريم. تبارك الرحمن. خرج اجيال يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. جزاك الله كل خير. مش ألف خير، جزاك الله كل خير. الله يطرح فيك البركة ويبلغك إن شاء الله بحمدان معرس. حمدان هي حمدان حب النيسان. نيسان ترى نيسان منو ما حب النيسان ترى اسمه حمدان، وإن شاء الله هذا إن شاء الله بيكبر بياخذ الليسان والمسعود بيعطونك نيسان. ظهر ظهر الليسان إن شاء الله. يعني الله يبارك فيكم. الله يطرح لك البركة. الله يبارك فيك. ويجزاك الله خير على هالحس الزين وهالأداء الرائع المتمكن. يعني الواحد يدخل في انا اقول ليش المسجد منزول لين عينه سبحانك يا رب.
الله يطرح فيك البركة. ترامي بتابعك الحين. تحياتي لهي على الله يحفظها. والد السلام عليك. الحين بتابعينا اليوم مباشر اليوم أنا مع خالد. الله يبارك فيك. أنا أبارك لنفسي إني سلمت عليك. الله يجزاك خير. هذا طيبك والله. والله العظيم ما تتصور لأي درجة وفرحان بك. على الله وفي خاطري أحبك على راسك. لا لا والله. والله خاطري. لا لا لا. الله يحفظك. يلا مع السلامة حمدان حبيبي. يلا في ذات الله. الله الله في ابوك ابوك ترى ريال وايد زين وان شاء الله تغدي غدي غدوه لك ان شاء الله. ها شو انت في القراه حافظ زين ما شاء الله ما شاء الله تستاهل زين. لا خليت ما ترخص مين راح ينزل زين الله يحفظك ان شاء الله. ايش الحين لا رايح ترى الاذان من جامع الشيخ زايد. ها في هالمعلومه انا ما اعرفها وانك بتخبرني بها. ترى الناس تظن الاذان تسجيل. ها شو عيال احنا لا المؤذنين كل فرد اذان لايف على الهواء اذان واحد على مستوى ابو ظبي كلها من سيح شعيب للختم داخل جزيره ابو ظبي. يعني مش مسجل؟ لا لا الحين بروح اذن ان شاء الله العشاء. انا اللي تابعني في سناب يشوفي ترى اقول الحين راح ارفع اذان العشاء فيعرف ان الاذان في ابو ظبي. الله يبارك فيك ويحافظك ويخليك يطرح البركه ان شاء الله في ذريتك. فرصه سعيده وتشرفنا بشوفك. مع السلامه حبيبي. مع السلامه. جزاك الله خير. السلام عليك ابو محمد وش حالك؟ عندنا ريال هني بيسلم عليك. هلا الخالدي. هلا والله. وين وين اراضيك خليني اجيك نزورك. وين بدي احكي بدنا نشوفكم ما ادري شو هذا قطعنا قطعنا مره واحده ما بترد علينا. خلينا نشوفك ها اذا قريب هاي ابو ظبي. يوم الحين في سناب يقول خالدي اليوم الحين في سناب. على ما تشوفون انا لب من رواد ابوي شارع الدفاع ولا كد وصلت محلات التليفونات ولا ذا المكانهن. وهذا ابوي خبير السناب من خمسة ايام اليوم والله يا ابوكم ادقدق التليفونات من خمسة ايام رد علي وديتين بعد خمس ايام يا ابو محمد. نعم. مشت امورك الحين ولا ما مشيت؟ بعد شو عقب ما ظهرت لي قرون. لا يا ولد تدرون الجماعه ترى حين كل حد يتخبرني عن كل الستوري وين يعني كل اللي يسالني يعني وين مال اليوم الفلاني او سيره الشيء الفلاني او المهرجان الفلاني او مقابله اليوم الفلاني اقول لهم في اليوتيوب. الحين اقول لي بلاك ما تنزل كل القصيص مال اللي في اليوتيوب اللي عاطنك اياهن تنزلهن على اليوتيوب. قال لا او انه ما نروح ننزلهن مره واحده لازم عسب نكسب مشاهدات وهالكيت ما يستوي ما ادري ايش قايل. بهر لي قرون وحين يوم جيت قال اتكلم خيرا تصير سفرتي. قال لا تقول لهم انزين. فحين ان شاء الله كل يوم ينزل قصه وقصتين مال كم من شهر يمكن 100 يوم مال 200 يوم وحين يجمعهن انا اليوم بيومه حلين يصير الايام اللي عنده ظهر ما سنتين قدام. فمتحنين نبغى نسوي نقول لك كل يوم نزل ثلاث ايام مال ثلاث ستوريات ثلاث ستوريات حق العرب ابوي تبى تشوف القصيص مال مصر الحين من متى حمنية مصر ما نزل عند ابوي مالت مصر كلها موجود اربع مقاطع فيديو. بكل الاحوال متابعين خالدي اللي يبى يشوف الستوري القديم للخالدي كل الستوري القديم موجود في اليوتيوب حاليا مرفوع وكامل كيف يسوون فيديوهات بس ادخلوا على القناه شانل الخالدي. الخالدي نفس حساب سناب شات بس في اليوتيوب موجوده كل الفيديوهات ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. انا عيست وين اكتب الخالدي ما ظهر. ياي اسمك تعن الله تصير تعال يا رد انا وراك ودرني وصار تعال تعال بعد تعال بك جدايد بك جدايد. ايوه شو اسمك انت؟ ماما. انت شو اسمك؟ شو اسمك؟ حمدان. ما اقدر عقيق حبيبي عقيقتك بتحط سفرتي؟ بعضك الله يحافظه يخليه. يلا اليوم عاد انا ما شديت المول هذا الوحده مول جايين ما ظني من اربع سنين لو خمس سنين. اي والله اوكي مايا مع السلامه. خير يا اخوي خالد الخالدي مع الشباب نقول حياك تقهوا معنا. حياك يا ابو محمد. مرحبا. لي الحين تقريبا خلصت شغلي اللي جاي عسبه في الوحده مول يا غير ما شاء الله من كبره تدخل في المدخل القديم وتظهر في المدخل الجديد وتظهر من شرق وتدخل من غرب متاهة بغيت أدل وين الباع
البوابة الرئيسية اللي أنا جاي جايبها ما عرف ومخيلة تخبر حد. آخر شيء يوم سألت قالوا هذه قدامه، ثاني مرة شد وصلت عقب ما وصلت قالوا هاي البوابة قدامه. قبل 4 سنين يوم جيت وقفت سيارتي في هذا ما بالبالي باركن ما روحك تصير توجد سيارتك ما أدري في أي دور، ويمكن 3 ساعات أدور سيارتي والله إني ما جيت. وصلت في العيار ويا شغلكم العريضة اي والله تحذرت من هاك اليوم ما دخل سيارتي في الباب. على هالاساس احتديت اني اعطيهم والله مبلغ كبير عند الباب على اساس انه بالي باركي يعني 50 ما يندرى كم خذوا، وانا ما داني احط بالي باركي، عاده احط روحي اوجه سيارتي عيبني يعني. لكن هاك اليوم الى حوالي ساعتين ونص وانا ادور السياره، المول بكبره سكر، بغيت اظهر هالكلام قبل 3-4 سنين من هاك اليوم ما طحت المول، يوم عند اليوم طحته، بعد ضيعت من داخل، لكن ضيعت ما ضيعت سيارتي ضيعت المدخل الرئيسي، مخيل اتخبر، والحمد لله الامور طيبه، يلا الكمول ما شاء الله تبارك الرحمن طويل يعني، عالم وساير وياي مكان بلاد والله مكبره، مبنى بمبنى بمبنى، اللهم لك الحمد. بخبركم ما شاء الله ابو ظبي يعني روح ربشه. ما تديت ترنية تمن الخميس ابو ظبي اول مره تم الخميس ابو ظبي ما شاء الله الدنيا كلها ها لابجه ها شو الاعلام ما شاء الله المول يعني مش اي مول، مول كم مكبره بلاد والله مكبره ما شاء الله المول في خلق الله ما خلق كم من دور بدور كم هذا مبنى واحد المبنى الجديد ونه وشيء كذا مبنى بعد من غير بلاد من كبره جميع المطاعم والدنيا ما شاء الله اي والله شيء جميل يعني ما يبي حد يصير ويه. كل الشكر والتقدير لشقيقتنا الكبرى ام محمد بدريه بنت احمد الخالدي على هالورده التحفه البنفسج والابيض لا عبدور وحجم وشكل وتنسيق ورقي وشي فنان من هذا المحل عاد ما اعرف شو اسمه بالانجليزي مستغرب من المحلات اللي ما يكتبون عربي وانجليزي ما بلازم بس انجليزي لازم عربي وانجليزي الاحدى مكتوب فيها الله يحفظكم الغالي احمد بن خالد الموقر مبروك عقد القران وربي يتم لكم على خير بدرية الخالدي مشكورة يا أم محمد ويعني عمرك إن شاء الله عد الورق هذا كله وشكرا يا أم محمد عاد هي عمته خطبوه شكرا يا عمة ولدي شكرا يا بنت أحمد.